نعم، لا تزال قوات النظام تستمر بالحملة الشرسة على مدن وبلدات الريف الحموي، وأبرزها اللطامني وجارتها كفرزيتي. تعرضت اليوم إلى أكثر من 200 قذيفة مدفعية وصاروخية من قبل قوات النظام المتمركزة في التجمع الروسي في جنوب مدينة حلفية، بالقصف العنيف على مدن وبلدات الريف الحموي، ويوقع ما بين الحين والآخر بعض القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وذكرت مصادر بأن قوات النظام تزودت بميليشيات جديدة على المنطقة، أبرزها حلفاية والطيبة، من مدافع وراجمات جديدة من نوع توس ون. وهذه الصواريخ والمدفعية والراجمات كلها جديدة وشديدة الانفجار طبعا. أما بالنسبة للريف الشرقي من ناحية المعارك والاشتباكات الدائرة في المنطقة، الأمر على ما هو عليه، لا يزال الهدوء النسبي ما بين قوات النظام والفصائل المشاركة بعد تكبيد قوات النظام عشرات القتلى والجرحى في منطقة الرهجان وأبدالي، بعد طبعا الإفشال محاولة التقدم على تلك المنطقة. حملة همجية من قوات النظام والطيران الروسي والسوري منذ ساعات الصباح اليوم، شن عدة غارات جوية مكثفة استهدف قرى الجنينية وجب الأسمر السكر وأبو دالي ومويلح الحمدانية والتفاحة، أيضا قصف بالبراميل المتفجرة على جبهة أبو دالي. وتعرضت منطقة سنجار بريف إدلب الجنوبي الشرقي إلى أكثر من 30 غارة بالطيران الحربي الروسي الرشاش. أعلن جيش النصر مساء يوم أمس عن استهداف مجموعة من قوات النظام على جبهة الرويضة برشاش 23 ميلم، مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف قوات النظام. أما بالنسبة لأخبار تنظيم الدولة، لا شيء جديد يعني بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على مواقع جديدة ومنها تلة الشيحة والزغبق، بعد تم الهجوم عليه في الأيام السابقة من قبل التنظيم، ولا تزال الاشتباكات مستمرة. نعم، من الجانب الإنساني لا تزال حركة النزوح مستمرة خوفا من تلك المنطقة من الاستهدافات الجوية والأرضية، انعدام كافة أنواع الخدمات بشكل غير مقبول، موجة البرد شديدة جدا ترافق النازحين إلى كل مكان، مع انعدام وسائل التدفئة وغلاء ثمنها وغلاء أسعارها، أيضا انغياب كافة منظمات الإنسانية بشكل غير طبيعي في تلك المنطقة خوفا من القصف والاستهدافات الجوية والأرضية.